إلى المناظرة اليومية، أهلا بكم. وبها نتناول تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان التي أثارت إدانة واسعة النطاق من جانب عديد من المشرعين والمراقبين. الوزير الإسرائيلي دعا إلى مقاطعة المواطنين العرب في منطقة وادي عارة على خلفية اشتباكهم مع الشرطة في أعقاب القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ليبرمان جدد مرة أخرى دعواته السابقة للعرب الذين يكتظون في منطقة وادي عارة والتي تعرف باسم المثلث لنقلهم إلى منطقة نفوذ السلطة الوطنية الفلسطينية مقابل السيطرة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية. وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان دعا إلى مقاطعة المواطنين العرب في وادي عارة وأم الفحم عقب المظاهرات والاحتجاجات التي وقعت نهاية هذا الأسبوع رفضا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل. وأفاد ليبرمان في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن سكان العرب في المنطقة لا ينتمون إلى دولة إسرائيل وليس لهم أي صلة بها، معربا عن أنهم غير مرغوب فيهم في البلاد ومكانهم في رام الله. كان هناك آلاف، ورأيت وسمعت خطبا في المساجد وكلها خطب تحريض من قبل الزعماء الروحيين، يجب عليهم أن يكونوا جزءا من رام الله ولا مكان لهم في دولة إسرائيل. وأكثر من ذلك، أود أن أدعو جميع مواطني إسرائيل إلى التوقف عن دخول المحلات التجارية في وادي عارة وعدم التسوق في أم الفحم. يجب مقاطعة وادي عارة، يجب أن يشعروا بأنهم غير مرغوب فيهم. فضلا عن ذلك، وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بنيت هدد المواطنين العرب الإسرائيليين قائلا إنهم لا ينبغي أن يختبروا صبرنا. ردا على تصريحات ليبرمان، قال عضو الكنيست جمال زحالقة من القائمة المشتركة في تويتر إنها تصريحات عنصرية ومحرضة، ووصفها بإجرامية وينبغي معاقبته بالسجن. إذن وجهتا نظر يمثلهما هنا في الاستوديو السيد غولان برهوم المحلل السياسي الإسرائيلي، أهلا بك. كما أرحب أيضا بي السيد طلب الصانع عضو الكنيست السابق، أهلا بك. وأبدأ معك سيدي، يعني كيف تنظر إلى تصريحات الوزير الإسرائيلي؟ تخيل لو صدرت مثل هذه التصريحات من أي وزير في أي دولة ضد اليهود لتبنيهم موقف معين، يجب مقاطعتهم، يجب إبعادهم. هذه التصريحات تعكس وجهة نظر عنصرية، هذه التصريحات تشكل انتهاك لقانون أقر في الكنيست الذي يمنع الدعوة للمقاطعة، هذه التصريحات تصل إلى مرحلة الفاشية لأنها مستهدفة، تهدف إلى المواطنين العرب على خلفية موقف سياسي. ماذا يقول الحراك الفلسطيني؟ الحراك الفلسطيني ينسجم مع موقف 14 دولة في مجلس الأمن، التي كل هذه الدول 14 دولة باستثناء الولايات المتحدة، كل هذه الدول بدون استثناء كانت ضد قرار رئيس الولايات المتحدة ترامب الذي شكل انتهاكا لاتفاقية أوسلو الذي أكدت أن الواقع النهائي للقدس يجب أن يحسم من خلال المفاوضات، كذلك قرارات مجلس الأمن التي أكدت على منع الاستيطان وحرمت الاستيطان في المناطق المحتلة، والقدس هي محتلة وكل الدول العالم تعرف ذلك. إذن يتجاوز للقانون، تصريحات ترامب تجاوز للقانون الدولي، للاتفاقيات، للمعاهدات، وبالتالي الحراك الفلسطيني هو من أجل السلام، هو ضد هذه التصريحات، الإعلان العنصري العدائي. وليبرمان برأيي، عرفنا هذا الشخص الذي كل فرصة يجدها لكسب انتخابي بالتحريض ضد الجماهير العربية. هذه التحريضات تشكل مخالفة قانونية. أنا شخصيا سأتوجه للمستشار القضائي بالمطالبة بإجراء تحقيق جنائي ضد ليبرمان على هذه التصريحات. وبرأيي الحمد لله أن الأغلبية اليهودية لا تسمح لمثل هذه التفوهات الفاشية المنفلتة. اليهود سيفدوا إلى المناطق العربية ويشاركوا لأنه لا يمثل إلا فئة مأفونة صغيرة هامشية داخل المجتمع الإسرائيلي. طيب سيد برهوم، إذن يعني المحتجون الفلسطينيون أو المجتمع العربي الفلسطيني الذي تظاهر واشتبك مع الشرطة الإسرائيلية، كما قال سيد طلب الصانع، هو يحمل ربما وجهة نظر تتوافق وتتناسق وتتواءم أيضا مع القانون الدولي.
ما الضير بذلك؟ لماذا على الوزير الإسرائيلي أن يخرج بتصريحات من هذا النوع؟ سؤال ممتاز. القضية هي قرار ترامب، هناك خلاف عميق. هو يقول العاصمة الفلسطينية هي القدس، أنا أقول القدس مدينة أورشليم، الاسم الحقيقي التاريخي الأصلي. نعم. مدينة يهودية عمرها ما كانت عاصمة عربية أو إسلامية مقدسة لجميع الأديان تحت الحكم الإسرائيلي، مفتوحة لجميع الأديان، لكن سياسيا هي عاصمة الشعب اليهودي. هاي نقطة واحدة ونحن نتناقش على ذلك، لكن كل الخلفية، يعني الأستاذ الكريم يتهرب من الخلفية. نحن نتكلم على العنف، نحن نتكلم عندما أولا أنا غير ناطق الوزير الكريم، لكن جزء أو بعض من القيادة العربية، أنا أريد أن أفرق بين عرب إسرائيل كما تعرف هناك عرب إسرائيل، عرب يهودا وسامرة، وعرب أورشليم. أنا أفرق بين عرب إسرائيل وبين القيادة العربية. عندما الأستاذ وهو نفسه يمثل ذلك تجاوز الخط الأحمر غير بسبب نظرية معينة، يعني هو مؤمن بالدولة الفلسطينية التي طبعا تكون دولة إسلامية متطرفة إرهابية لا شك بذلك، لكن السؤال هو غير سؤال سياسي. الطرق عندما أنت متعاطف مع العدو غير من ناحية المبادئ أنت، لكن هناك مجتمع دولي متعاطف مع هذه القضية. لا أنا أتكلم على غير على أقوال أو تصريحات والتعاطف مع التصريح معين. أولا أنصح للجميع هذا الموج راح يكون ساكت خلال الوقت، قفل كل هذه التهديدات العنيفة كما نستمع إليها. لكن أنا أتكلم غير فقط على أقوال الأستاذ نفسه. هل يعقل أن طرق معينة في عمق إسرائيل، في قلب إسرائيل تكون طرق مسدودة لا سمح الله في وقت حرب؟ إذا نرى تأجيج أو إشعال انتفاضة ثالثة لا سمح الله، أي دولة ديمقراطية تقبل ذلك؟ الأستاذ نفسه كما ذكرت وأنا أرافق الأستاذ الكريم أكثر من مرة، هو زار في الدول العدو، هو كان في البرلمان السوري، هو يدافع على النظام الإيراني، خارج إسرائيل في أمريكا يسود وجه إسرائيل، يدافع على النظام السوري ويتهم إسرائيل أنها دولة، لاحظ من فضلك، نازية. هو لا يعرف التاريخ، وأقول لك لماذا. اليهود في كل مكان كانوا مخلصين. المشكلة النقاش التحدي مع الأستاذ الكريم غير لأنه عربي أو مسلم أو من أبناء الطائفة البدوية الكريمة، لأنه نحن ندخل الآن في نطاق حسب مواقف شخصية. هو خائن هنا ليست محكمة. أنا أريد أن أكون واضح. قضيتنا تصريحات الوزير الإسرائيلي، وزير الأمن الإسرائيلي فيكتور ليبرمان. لو سمح أنا مدير هذا النقاش، لو سمح. أنا أعتذر منك من جديد. أنا سأعطيك حق رد سيد طلب الصانع. أنا أعتذر، لن ندخل في المواقف الشخصية، نحن نتحدث عن قضية عينية وتصريحات عينية. سأحاول التقاط لو سمحت مع المندوبين حمساوي في غزة. سيد برهوم المحكمة هي التي تثبت الخيانة، ليست هنا، نحن لسنا يعني في محكمة. ولكن سؤالي لك، أنا أحاول التقاط بعض النقاط التي طرحها سيد غولام برهوم. لماذا يعني كل مرة يخرج المجتمع العربي الفلسطيني داخل إسرائيل في مظاهرات أو احتجاجات، دعنا نقول، لازم يكون في عنف مع الشرطة؟ نعم. أولا ردا على هذه التفوهات التي تعكس مستوى منحط لهذا الشخص الذي يكتب بشكل مسبق ما يريد أن يقول بغض النظر عن الموضوع، النقاش نفس الأسطوانة، نفس الكلمات بغض النظر عن الموضوع، وهذا يعكس هذا المستوى التافه. أنت الأمر الثاني، نحن نقول وبشكل منطقي وعقلاني وندرك أنه مأزوم وبالتالي يلجأ لهذه الاستحات، خيانة وعمالة وكل هذه التفاهات. الشعب الفلسطيني لا يوجد شعب
فلسطيني إسرائيل وعرب الضفة وعرب، هنالك شعب فلسطيني واحد، عرب يهودا والسامرة، هنالك شعب عربي يهودا والسامرة، شعب عربي، هنالك شعب عربي غير شعب فلسطيني، شعب عربي، هنالك شعب فلسطيني واحد. نعم. ومنهم من يحمل المواطنة الإسرائيلية ولكن هم فلسطين. في المقابل هنالك لمم من مختلف أنحاء العالم لا صلة بينهم، أثيوبي وروسي لا علاقة لهم بهذه الأرض وبهذا الوطن، هم مجرد عابرون، هم جاءوا كجزء من الرؤية الاستعمارية لاستعمار هذه المنطقة، مدعومين ليس بقوة أي حق وإنما بقرار وعد بالفور بريطاني، وببريطانيا كانت دولة منتدبة ومستعمرة في هذا المنطقة، ولولا بالفور والانتداء لما كان شيء من هذا القبيل. نعم. وجودهم هو ثانوي وهامشي في المسيرة التاريخية. الأمر الإضافي، علاقتنا الطبيعية مع العالم العربي ليست تهمة، نحن امتداد ونفتخر بالعلاقة مع الدول العربية المصرية والسورية والجزائرية والتونسية، وهذا أمر طبيعي. نحن أيضا كامتداد للشعب الفلسطيني نناصر الحق الفلسطيني في الحرية والاستقلال، ونؤكد أن القدس كانت وما زالت وستبقى، وهذا يبرر قبلتين وثالث الحرمين الشريفين الصعيد القدس ليس فقط. اسمح لي، لا مقاطعك، ستبقى القدس ليس فقط عاصمة سياسية في فلسطين، ستكون عاصمة قبلة المسلمين والعاصمة القومية للعروبة والعرب، كانت وما زالت. ولليبرمان وأمثاله أقول ما قال الشاعر توفيق زياد: على صدوركم باقون كالجدار، وفي عيونكم زوبعة من نار، نصنع الأطفال جيلا ثائرا بعد جيل، كأننا 20,000 مستحيل لن نرحل. اللي ليبرمان أجب بيقدر يرجع، اللي مش عاجبه الله يسهل عليه. لم نذهب إلى أحد، لم نأتي لهذه البلاد لا بالطائرة ولا بالسفينة، نحن منها وإليها. هم الوافدون. نعم. هم اللي قادمون، هم المرضى، هم اللي نحن نحن ضيفي الكريمين، هذا ليس المحور. لو سمحتما نعم، دعونا نعود وأنت مستعمر، وهذه دعونا نعود إلى محورنا. انظر من فضلك، يقول أنا مستعمر، دعونا نعود في كل شبر رؤية، ومن أجل السلام الشعب الفلسطيني وافق، من أجل السلام وافق على التنازل على جزء من فلسطين التاريخية من أجل إقامة دولة إسرائيل. دعني أعود وإياك إلى النقطة التي سألتك حولها، وهو طابع الاحتجاجات. المتدينين اليهود ماذا يعملون؟ يضربون الشرطة بالكنادر وبالحجارة ويحرقون النفايات، المستوطنين يحرقون يقتلون على الشرطة وعلى الجيش، وبالتالي ماذا يحدث عند العرب؟ بمجرد مظاهرة من أول كلمة يأتوا متشنجين ويقوم بإطلاق الغاز المسيل للدموع. الشرطة تتعامل بالعنف، ليس المواطن العرب. العنف ولد المستوطنين، العنف ولد المتدينين، العنف عندما نلاحظ مظاهرات اليهود يتم بإغلاق شوارع تل أبيب، يقوم بإغلاق شوارع القدس المركزية. نعم. المواطن العرب شارع في داخل المدن العربية بإمكان أن يكون هنالك عملية التفاف، عدة شوارع التفافية، وأعطى الناس فرصة أن يعبروا عن الغضب المشروع عندما يتم المس بالقدس. والغباء أنهم لا يدركوا مكانة القدس، لأن كانت سبب الانتفاضة الثانية عندما قام شارون بانتهاك الأقصى، والقدس يا خط أحمر كانت وستبقى. يعني فهمنا من ذلك أن بالاسم تضامن مع الشعب، طبعا في التاريخ ما كان شعب فلسطيني، كان هذا يبرر من من جديد نعود إلى متى نشأت الحركة الصهيونية؟ حركة جديدة لا علاقة لها بالتاريخ. سؤال حركة دخيلة، أين نشأت؟
هسه اين نشط الحركه الصهيونيه؟ اين نشط الحركه الصهيونيه؟ والمشاعر اليهوديه لا علاقه لها باليهوديه في الشتاء توري كارتا فاهم؟ لا علاقه لها باليهوديه دليل قاطي واضح دليل قاطي واضح اسمح لي اسمح لي سيد سيد مرهون نحن فتحنا ربما هذا الباب وهذه اكبر دليل هنالك الاحزاب الدينيه اليهوديه دعوني ادير هذا النقاش بحسب قوانين المناظره. نحن خرجنا قبل قليل الى جدليه اخرى حقيقه الوجود وما الى ذلك، عدنا من خلال الاجابه حول طبيعه هذه الاحتجاجات. قال لي السيد طلب الصانع انه الاحتجاجات هذه عفوا فيها من العنف صحيح، ولكن الشرطه هي التي تبدا بممارسه العنف، واذا اردنا اجراء مقارنه معينه فنجري مقارنة مع مظاهرات المتدينين اليهود أو المتشددين اليهود، وهنالك يكون أيضا عنف. وبعد من المتدينين اليهود وبعد من المتظاهرين هناك لهم كتر غضب على الشرطة الإسرائيلية. في نهاية المطاف الشرطة الإسرائيلية هي لصالح المواطن الإسرائيلي عربي أو يهودي، لكن هناك أشياء أعمق في ذلك. الأستاذ لا يعترف بوجود قاطع إسرائيلي، الأستاذ بالتجنيد أو انتشار شباب من الطائفة البدوية أو التونسية أو العربية في من ناحية في كل المذاهب إلى الشرطة الإسرائيلية. هذا هو الأمر العامق العميق الجوهري. عندما نحن نسمع وصلت هذه الفكرة حقيقة صور إسرائيلي قال اليوم لو سمحت أنا كنت خايف على حياتي. دعنا نعود إلى محورنا. لو سمحت عزيز جملة أنا بس مداخلة بسيطة عزيز. نعم مداخلة بسيطة. ليس أنا الذي أقول، إنما رئيس لجنة تحقيق رسمية قاضي في المحكمة العليا في إسرائيل اسمه تيودور أور. ماذا قال تيودور أور؟ قال أن الشرطة الإسرائيلية تتعامل مع المواطن العربي بعقلية عدائية. أن الشرطة الإسرائيلية تتعامل مع المواطن العربي بعقلية عسكرية وعدائية. هذا ميلاسنا اتضحت الصورة. بالعكس هناك عرب من الشباب العرب الذين يريدون الاندماج إلى الشرطة الإسرائيلية إلى مؤسسات الدولة. هذا سيد هو ومثله وأمثاله هو يبعد الشباب العرب من المؤسسات الإسرائيلية بالخاص من الشرطة الإسرائيلية. ولكن لماذا قال تيودور أور؟ أنا أريد أن أعود لألتقط بعض النقاط التي طرحت على هذه الطاولة. أعيد ترتيب هذه الأوراق. نحن نتحدث عن عنف ربما في حالات تعامل بين الشرطة وبين المحتجين، ولكن عندما يحتج اليهودي المتشدد أو ما إلى ذلك أو المتدين أو إلى آخره، يعني صحيح ربما يعتقل ولكن لا يقتل، هذا واحد. ولكن لا يخرج أيضا وزير الأمن وزير الأمن من كل الخلفية التي كانت في أحداث أكتوبر عندما اليهودي اليوم اليهودي ولكن دعني أكمل إسرائيلية كما هو يقول. أنا أقتبس كلامه كلمة بالكلمة. أنا كنت خائف على حياتي. كيف يعقل أن في عمق إسرائيل مواطن إسرائيلي موجود بلا حماية؟ نحن خائفين عندما نرى الربط بين فلسطين الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني، غير من ناحية التراث أو من ناحية الأقلية أو من ناحية الحضارة، بل من ناحية الوسائل الإرهابية. عندما هذا الأستاذ يبرر الإرهاب بالاسم قضية مع الشعب الفلسطيني. أعطيك مثال على هذه الأكاذيب. أعطيك مثال. كانت هناك مظاهرات في وادي عارة، خرجوا مظاهرات، قد يكونوا ألقوا بعض الأطفال، ألقوا بعض الحجارة، هنالك شرطة تحقق، ويخرج وزير في حكومة باتهام جماعي لما يقارب 600 إلى 700 ألف مواطن عربي. هل تشارك في المظاهرة 700 ألف مواطن؟ هل قام بإلقاء الحجارة 700 ألف مواطن؟ بالتأكيد لا، ولكن اتهام الكل نتيجة لعقلية عدائية ضد المواطن العرب، وبالتالي شخص مثال هذا القبيل لا يستطيع أن يكون في منصب حكومي. لكن انظر ماذا يحدث عندما قام المستوطنين بحرق أبو خضير، الطفل أبو خضير، وعندما قاموا بالاعتداء وحرق الدوابشي. لم يخرج أي وزير، لم يلقوا حجارة، قاموا بحرق عائلة كاملة، عائلة الدوابشي، قاموا باختطاف وحرق الطفل احمد الدوابشي حيا. لم يخرج وزير يقول لم يخرج وزير يتهم المستوطنين بالمسؤوليه.
أو ليكون إخراجهم أو عدتهم أو محاكمتهم. إذن القضية ليست قضية من قام بماذا، القضية قضية عقلية عدائية مثل هذه العقلية المعششة في العداء الغارقة في العداء والتي لا تتعامل بعقلية المواطن والمواطنة. عندما يرتكب شخص مخالفة بغض النظر إذا كان عربي يهودي يجب أن يحاكم هذا الشخص بغض النظر إذا كان عربي يهودي، ولكن عندما نرى في دولة إسرائيل عندما يرتكب مواطن عربي مواطن مخالفة يتم تعميمها على كل المواطنين العرب بدون استثناء، وعندما يرتكب يهودي جريمة يتم تجاهلها وكأنها قضية جنائية. هذه أمير. هي العقلية الفاشية الفاشية التي كانت تجعشعش بها عزيزي أمير اليمين. الأستاذ بكلامه هو نفسه يعمم، هناك وزير عربي، هناك ضباط في الشرطة الإسرائيلية، هناك مندوبين عرب في الكنيسة في الكنيسة. هذا كتير مهم. أنت تقول أن نحن نعمم ونقول كل عرب إسرائيل من فضل أنا غير ناطق ليبرمان. هل أنت قلت لو سمحت هل أدنت تصريحات ليبرمان؟ يعني إذا شجبت أنت صادق من فضل؟ أنا سألك هل مقبول عليك الصراحات؟ مرهوم تفضل لكنني أقول ثانيا هو يعمم، يأخذ للأسف الشديد مقولة معينة أنا غير موافق معه. كما تعرفوا نريد عرب إسرائيل جود عرب مواطن في إسرائيل مواطن إسرائيل يعني يتمتع من الحقوق يريد الحقوق بل واجبات. يا سلام عربي زي عربي من أي ناحية أنت إسرائيلي من أي ناحية أنت مواطن تريد أن تأخذ الحقوق تريد التأمين الوطني تتمتع من الحصانة البرلمانية التي كانت موجودة عندك لم نكن عربي بريطانيا وعندما كانت تركيا لم نكن في هذه الرؤية في هذه النظرية أنت مواطن لكن أقول القضية هي غير عرب إسرائيل كما هو يقول تعبنا من هذه المزاعم. القضية في نهاية المطاف هي جزء من القيادة العربية كلهم في دواء ماذا تتوقع؟ ماذا فعلا تتوقع عندما استمع إلى الشعارات كما قلت سابقا هنا قضية. وعلى فكرة بكل ما يتعلق للمستوطنين جزء من المستوطنين أو بعض من المستوطنين هم غير موافقين مع الشرطة الإسرائيلية كما كان في التسعينات في وقت احتجاجات ضد حكومة رابين. أنت تقول أن القيادة العربية هي المشكلة ولكن القيادة العربية هي ليست مالكة وصاحبة أسواق في وادي عارة ومنطقة المثلث. هذا صحيح لكن هناك أصوات التي تحرض، هناك يعني غسيل دماغ، كل هذه الفعاليات كل هذه الدعايات تؤدي في نهاية المطاف أن شباب أو شاب ولا شابة عربية مسلمة مسيحية خائفة أن تعبر رؤية أو نظرية أخرى. عارف هناك عرب صيونيين، عارف هناك عرب في حزب الليكود، عارف هناك عرب أو غير يهود يعني في حزب البيت اليهودي. لماذا تقول كل عرب؟ هو يخوف، هو بكلامه، هو بوجهه. أنت القيادة العربية سيد برهوم دعنا نكمل حديثنا سأعطيك حق الرد. هو اتهم القيادة العربية وأنت عضو كنيسة سابق. أولا يعني عندما يقول بأنه هنالك عرب صحيح في الليكود هنالك خون وهنالك جواسيس وهنالك عملاء ولا يمثل المجتمع العربي كما في التاريخ اليهودي. في التاريخ اليهودي كان ما يسمى الميتيفنين يعني اليهود الذين كانوا أقرب إلى المحتل اليوناني. كان اليهود يقوم بذبحهم. أحد الأبطال في التاريخ اليهودي يسمى يهودها مكابي. ماذا كان يعمل يهودها مكابي؟ كان يقوم بحرق قرى كاملة يهودية لانسجامهم مع اليونانيين. وبالتالي يعني خلينا في الموضوع المهم. الأمر الثاني المجتمع الفلسطيني في الداخل هو له موقف، هو ليس يعني ينسجم مع الليكود بالتأكيد لا، ولا ينسجم مع المستوطنين.
هم مع انهاء الاحتلال، مع انهاء الاستيطان، هذا موقفهم. اذا عملتون الامر الاخير انظر الى النفاق، انظر الى هذا النفاق. عندما يقوم العالم بالمطالبه بمقاطعه منتجات المستوطنات، الكنيسة الإسرائيلي سل قانون ضد حركة البي دي اس التي تدعو للمقاطعة وجرم من يقوم بهذه الحملة المقاطعة. في المقابل يأتي وزير يدعو لمقاطعة مواطنين عرب على خلفية موقف سياسي ويتم الصمت على الدعوة للمقاطعة. هذه ازدواجية. نعم. كلمة أخيرة منك سيد غولان بارون. شكرا. نريد عرب إسرائيل، عرب إسرائيل جزء لا يتجزأ منا، لا نريد أن نرى الخيانة. أنا ضد تصريح الوزير الكريم، لكن أنا أؤيد بكل فعاليات التي تمنع إرهاب داخل إسرائيل. تضامن في مستويات سياسية، ربما تضامن إرهابي وتجاوز الخطوط الحمراء أكيد لا. يعني أنا نعم أشكرك. أنا جملة واحدة بس، يعني لا بس جملة كان بالنسبة للخيانة. الخيانة من يخون وطنه وشعبه وانتمائه، ونحن نقول القدس خط أحمر، حان الوقت أن يدرك الجميع ذلك. السيد طلب صانع عضو الكنيسة السابق، شكرا لك. شكر موصول لك سيد غولان بارون المحلل السياسي الإسرائيلي. الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على متابعة المناظرة اليومية. إلى اللقاء.